رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو عطلتكم انتو طلبتوا هذا الفيديو انه حمودي يعطيني دقيقة لإلي في المول اشتري اي شيء بدي اياه. ونفس هذاك الفيديو اللي انا عطيت حمودي دقيقة مشان حمودي يشتري اي شيء بدي اياه طبعا. وهلا حمودي هو اللي حيعطيني دقيقة. نحن هلأ بالمول، بس قبل ما نبدأ الفيديو شير حمود لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب وتضغط على جرس التنبيه عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلكم. بس هلأ بدأتكم، خلونا نبدأ. هلأ احنا بقسم الحلويات والأكلات الطيبة، وطبعا هذا اكيد عندكم انتم كمان. هلا ماما راح تشغل المؤقت، بس تقولي لي ابدا انا حبدا، بس تقولي لي ستوب انا حوقف. جاهزه؟ انا جاهزه. يلا جاهزه يا الما. جاهز هاي المؤقت. ابراهيم رايح عايش الجو هناك. ابدأي. حمودي شو عم تساوي؟ عم تشجع الماء؟ الماء بسرعة بسرعة الماء يخلص. محتارة ما بعرف ايش. يلا يا الماء الوقت عم يمشي. 26 ثانية لسه يا الماء. كولا 17 ثانية يا ألمى. كم وقت؟ كم صار وقت؟ 10 ثواني لسه. 7 قدامك كل هذا ما في شيء. ستوب 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 ستوب. طبعا أنا ما اشتريت أشياء كثير غير هذول الأربعة. لحقت اشتري اشياء كثير غير كم قطعه. طب نسال حمودي اذا بيعطيكي دقيقه ثانيه. شو حمودي؟ محمد تعطي الما دقيقه ثانيه؟ اعطيها. تعطيها دقيقه ثانيه؟ تعطيها؟ اعطيها. خلاص حمودي راح يعطي الما دقيقه ثانيه. لانه هي كمان انت. أنا بهذاك الفيديو حطيت دقيقة ثانية، يعني أنا كريمة أكيد هو حيرد لي. يلا حمودي راح يعطيكي دقيقة ثانية. دقيقة ثانية. بدك بهذا القسم ولا بغير قسم؟ بغير قسم. نشوف قسم ثاني؟ إيه ماما خلينا نغير قسم. يلا. خذي السلة معي. ابراهيم شايل. لا احنا جينا الشبسات. وكمان ماما بس تحكي لي ابدأي انا حبدأ. يلا نشغل المؤقت. ابدأي. يلا يا ألمى 29 ثانية. بسرعة. وين بعد حمودي؟ لسه 10 ثواني يا ألمى. 10 ثواني بسرعة. خمسة أربعة صفر. ستوب 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 ستوب. سوى هي اكلات الماء. هي سله الماء. هي سلتي المليانه مالي. طبعا انا اشتريت كل هدول فرجيتكم اياهم في الشوب، بس
الما راح تطعمي محمد وابراهيم معك؟ لا 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 راح تطعميهم؟ محمد طعمك من اكلات الطيب هذاك اليوم؟ راح تطعميهم؟ اكيد احنا كريم بس مش عارفه عندي انستغرام، انا عندي حساب على الانستغرام، روحوا كلكم اعملوا لي فولو، حتلاقوا حسابي تحت بصندوق الوصف. وكمان نسيت اقول لكم شغله، انه كمان عندي حساب على التيك توك، كمان حتلاقوه تحت بصندوق الوصف. للي عنده حساب يروح يضيفني، ويعني وصلونا لاكبر عدد متابعين. ونحن هلا رايحين على الكاشير. ليتس جو.